بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم آباء الشهداء، أخواني شباب النويدرات الأحرار المتواجدون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم عوائل الشهداء وباسم آباء الشهداء والنشطاء والمساندين إلى الشهداء، نتشرف بتواجدنا في بقعة تعتبر من البقاع لهذا البلد الطيب، وفي قرية تعتبر قلعة من قلاع العلم والمعرفة والثقافة والجهاد والأدب والشعر. كل هذه الإنجازات التي تحققت من خلال هذه الكوادر ومن خلال المستويات المتقدمة في هذا البلد، في هذه القرية، في الوقت الذي كانت كثير من القرى كانت تعيش الأمية وتعيش الجهل، وفي بعض المناطق في هذا البلد كانت تعيش التخلف والانحراف. في تلك الأزمنة أو في ذلك الزمان كانت بعض المناطق تعيش التخلف، ولكن نجد أن هذه القرية أنجبت لنا العلماء وأنجبت لنا الشعراء وأنجبت لنا المثقفين والعلماء العاملين الثوار، وكما تتذكرون سماحة المرحوم الفقيد الغالي الشيخ جاسم قنبر الذي عرف بصلابته وثوريته ومن العلماء الأجلاء. أقول قرية بهذا المستوى من تحقيق الإنجازات ومن لها دور في رفد العلم والثقافة في هذا البلد، ومن لها دور في غرس مبادئ العزة والكرامة وتعليم الناس معنى العزة والعيش بكرامة وعدم التوافق مع الأنظمة الدكتاتورية الظالمة، قرية بهذا المستوى نتوقع أن تكون مرافقها متقدمة، أن يهتم بها كقرية كرافد للعلم، ومن كانت تصدر لنا الأساتذة الذين كانوا نعم المربين لهذه الأجيال والذين تعاقبوا زمنا بعد زمن وتواجدوا في مختلف المواقع. أنا أقول ذلك حتى نكرم هذه القرية. يعني أنا الآن جاي من سفر، وكنت بإمكاني أعتذر لي سبب السفر، ولكن تقديرا لهذه القرية وتقديرا لرجالاتها وفي مقدمتهم أستاذنا أستاذ البصيرة ومهندس ثورة 14 فبراير الأستاذ عبد الوهاب أبو حسين، وكذلك العلماء والأساتذة الموجودون في هذه القرية والأطباء والمهندسون، تكريما لهم نحن نتواجد مع هذه الكوكبة من آباء الشهداء ومن شبابنا
أفاضل هو شيء قليل من تقديم هذا العرفان إلى هذه القرية ورجالاتها. إذن نحن جئنا هنا لنكرم ونحيي ونفتخر بأرض أنجبت لنا رجالات كان لهم دور في الثورات، في المطالبة بالحقوق، كان لهم دور في العلم والمعرفة، كان لهم دور في مختلف مناحي الحياة. وعندما نحيي شهداء هذه القرية، نحن في الحقيقة هو رداً للجميل لكل هذه الجهود، هذه الجهود التي بذلها المخلصون من الأساتذة من كوادر هذه القرية ومن أجل تأهيل أيضاً كوادر أخرى وتشجيع هذه القرية في المواصلة رغم الظلم الذي تعرضت له من قبل هذا النظام. هذه الثورة الأخيرة التي كانت انطلاقتها من هذه القرية في فجر 14 فبراير، وعندما انبلج الفجر خرج أستاذنا مع كوكبة من شباب هذه القرية، وكان الكل يراهن على فشل هذه الثورة، ولكن لبصيرته، لمعرفته بالأمور، وأيضا لإدراك شباب هذه القرية على رغم قلة العدد، ولكن هذه القلة استطاعت أن تنجز ما أخفق فيه كبار السياسيون في هذا البلد ومن كانوا متقدمين في السياسة. نحن عندما نحيي ذكرى شهداء هذه القرية من أجل مواصلة شعلة الثورة، ربما البعض يقول أن قرية بمستوى النويدرات التي قدمت لنا شهداء من الخمسينات إلى التسعينات، شهيدنا الغالي عيسى قنبر إلى الشيخ جاسم قنبر إلى الحاج حسن الستري إلى الرضيعة والجنين، الجنين حوراء، هذه النماذج عندما نحيي ذكراها نحن في الحقيقة نبعث الأمل في نفوس هذه الناشئة، في نفوس هذا الشعب، على رغم قلة العدد وعلى رغم يعني عدم التواجد في الفعاليات بسبب إما يعني تكرر هذه المناسبات في الليلة الواحدة أو بسبب اليأس الذي دخل في بعض النفوس وبسبب وجود كوادرنا الشبابية في خلف القضبان. هناك البعض يقول أن ثورتنا بدأت تتراجع، في الحقيقة لم تتراجع، ولو هناك أي تراجع لما رأينا في الذكرى السنوية لثورة 14 فبراير لما رأينا كل المناطق يكون فيها الحراك وكأنه شعلة متوقدة وكأنها الثورة بادئة في بدايتها. طبعا عندما بدأت الثورة كانت بأعداد قليلة، والآن رجال الميدان هم موجودون خلف القضبان، ولا زالت ولا زال آباء الشهداء، ونفتخر بالكوادر مثل أبو علي الحاجي
مجيد، آباء الشهداء المشيمع أبو سيد هاشم والشهيد علي الشيخ الجزيري، يوسف الموالي، الأخوان، هؤلاء الذين تلاحظونهم متواجدون على الدوام من أجل أن نبث هذا روح الصمود في نفوس هذا الشعب، ورسالة إلى النظام بأننا ماضون ومستمرون حتى وإن لم نحقق شيء. نحن نقوم بالواجب وبالتكليف، وبقية الأمور نتركها على الله سبحانه وتعالى ونتركها إلى الأجيال القادمة. نحن سنبقى معاهدين الشهداء والجرحى والمعتقلين لمواصلة دربهم، ولا يمكن من استنشق عبق الحرية والكرامة في دوار الشهداء لا يمكن له أن يتراجع قيد أنملة، لا يمكن. أنتم تلاحظون القبضة الأمنية، الاعتقالات، المداهمات، الأحكام الجائرة، كل ذلك من أجل أن يبعثوا فينا اليأس، وحتى نقبل بأقل القليل وبحلول ترقيعية كما حدث في بداية المشروع، ما يسمى بالمشروع الإصلاحي. يتم اعتقال الرموز الشيخ علي سلمان، الكل يعرفه وهو صاحب الكلمة الناصحة للنظام، صاحب الحراك السلمي، صاحب الكلمة الأساتذة. تم عرض فيديوهات أمام المحكمة لكل رمز، الأستاذ عبد الوهاب، كلهم كانوا ينادون بالسلمية، ولكن النظام يريد أن يبعث فينا الأمل، يبعث فينا اليأس. وكما أن هناك أصوات ربما تنادي بأننا دعونا نقبل بأي حلول ودعونا نتخلص من هذه المشكلة، وتظهر بين فترة وأخرى أصوات من هنا وهناك، كل ذلك من أجل تنفيذ ما تم تنفيذه في بداية المشروع. عندما جاء المشروع ما يسمى بالمشروع الإصلاحي، تم إرجاء السجناء المبعدين، تم إخراج السجناء من السجون، تم فتح جرائد باسم الطائفة، جريدة الوسط، تم فتح الجمعيات، تم إعطاء النقابات، وكل هذه الإجراءات التي عملها النظام باسم المشروع الإصلاحي كلها لم تفلح ولم تنجح خلال 10 سنوات، الأمر الذي أدى إلى خروج الناس بعد 10 سنوات في ثورة 14 فبراير. الآن ربما تأتي لنا أصوات نشاز وتنادينا وتنصحنا بقبول الحلول الترقيعية أو أقل من أدنى، وحتى يستطيع النظام أن يصل إلى ما يريده، راجع عن الرموز ويعتبره كإنجاز، وإعادة المفصولين وما إلى ذلك، وكل هذه الإجراءات من أجل أن تبقى الشرعية للقتلة وبقاء القتلة الذين قتلوا الشهداء، الذين عذبوا الأبرياء، الذين انتهكوا حرماتنا، هدموا مساجدنا، أهانونا، أهانوا كوادرنا. نحن من خلال هذه الفعاليات نريد أن نقول لهذا النظام بأننا ماضون ولا يمكن أن نقبل بحلول ترقيعية، وسنواصل الدرب مهما تخلى عنه حتى كبار القوم، حتى لو تخلى كبار القوم عن المطالب الأساسية نحن سنواصل. أصحاب الدم وأولياء الدم سيواصلون طريقهم، وأنتم تلاحظونهم متواجدون في الساحات. طبعا هناك أمر لا يمكن أن نتنازل عن عزتنا وكرامتنا، وفي الحديث الشريف أوكل لابن آدم كل شيء إلا أن يذل نفسه،
الله أعطاك الصلاحية في كل شيء إلا أن تقبل بالذلة وقبول الظالمين. وفي الآية الكريمة ولا تركنوا إلى الذين آمنوا الذين استغفر الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. طبعا لا أريد أن أطيل، أتمنى أنني أوصلت رسالتي، والهدف من هذه الاحتفالات وتواجدنا، ونتمنى أن يستمر هذه الاحتفالات حتى لو أنا مستعد أن أحضر لأي فعالية حتى لو كان فردا واحدا هنا. من المهم أن تستمر هذه الفعاليات وأن يستمر طريق مقارعة الظالمين، طريق طويل لا يدخل فينا اليأس ولا يدخل فينا التراجع، والخاتمة دائما والعاقبة للصابرين والمتقين، وهذه سنن إلهية لا يمكن أنها لا تتحقق. ختاما، اللهم كن لوليك وابن أوليائك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته وعونه ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار، وشافي مرضانا ومصابينا، وأرجع مسافرينا والمبعدين، وانصرنا على القوم الظالمين، وانتقم لنا ممن قتل شهداءنا وظلمنا، وأرنا فيهم الخزي والعار في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة إلى أرواح الشهداء تسبقها الصلوات.